السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا أن نتحدث فيها؟ قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ وأود أن ألفت الأنظار للنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أطهر الخلق بعد الأنبياء: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله سبحانه وتعالى ربط لنا النظر مع الفرج. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. فاعلم أيها المسلم بأن العين تبدأ بالخير أو تبدأ بالشر، واعلم بأن القلوب تترجم للعين على جناح السرعة. فالله سبحانه وتعالى جعل القلوب قلوب بيضاء نقية وقلوب سوداء عياذا بالله. فهذه الفتن التي نراها في هذه الأيام تعرض على العين أولا، ثم تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فهذا قلب نقي تقي سليم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والنوع الثاني من القلوب قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. حينما تعرض عليه الفتن يتشرب هذه الفتن، فنسأل الله السلامة. يبقى رقم واحد غض البصر، رقم اثنين كف الأذى. أريد منك أيها المسلم أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. يبقى نركز مع بعض كف الأذى. جارك اللي يسكن إلى جوارك إياك أن تأذيه، الجار في الطريق إياك أن تأذيه، كل من يجاورك في مكان إياك أن تأذيه. وما تبقاش سائق السيارة وتيجي في وسط الطريق زي ما يقولوا تعطل مراكب السيرة، لا، كن ذكيا وحاول تفسح في طريق المسلمين. أسأل الله أن يعلمنا وإياك. واعلم بأن كان هناك رجل رأى غصن شجرة يسد الطريق فنحاه على جانب الطريق، فرضي الله عنه بهذا الفعل البسيط. لا تحقرن من المعروف شيئا. كف الأذى، رد السلام. في هذه الأيام نرى سلام الخاصة، عارفك أقول لك السلام عليكم، مش عارفك ماشي حالك، ألقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. السلام إلقاؤه سنة، ورد السلام فريضة. فالنبي عليه السلام جالس، دخل عليه رجل قال: السلام عليكم. قال: اجلس، عشر حسنات. دخل الثاني: اجلس. حينما قال: السلام عليكم ورحمة الله، اجلس، عشرون حسنة. الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 حسنة. والسلام من أسماء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن السلام من أسماء الله وضعه الله للناس في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلي بالك، ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فما تبقاش من الجماعة بتوع السلام الخاصة، لا، اعلم بأن السلام حتى وإن كان رجل بينك وبينه شحناء، خيرهم من يبدأ بالسلام. وتحية أهل الجنة: السلام، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بعد كده الأمر بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. أمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إذا كان إنكار المنكر.
سيستلزم على المنكر، ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يبقى حاول تغير الخطأ بدون خطأ. واعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هتنضر من الإيد فبلسانه، هتنضر من اللسان فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى نؤمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذا الحديث العظات والعبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.